السادس عشر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه كان يدعو في أول ليلة من شهر رمضان فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، الحمد لله الذي أكرمنا بك أيها الشهر المبارك، اللهم فقونا على صيامنا وقيامنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الواحد فلا ولد لك، وأنت الصمد فلا شبه لك، وأنت العزيز فلا يعزك شيء، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت المولى وأنا العبد، وأنت الغفور وأنا المذنب، وأنت الرحيم وأنا المخطئ، وأنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت الحي وأنا الميت. أسألك برحمتك أن تغفر لي وترحمني وتجاوز عني، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآل محمد.